موجز الأخبار الاقتصادية. تحية طيبة، الموجز الاقتصادي من إذاعة الديوان. وزارة النقل قررت إلغاء كل الرحلات الجوية القادمة من ميتيغ ومصراتة وسرت الليبية إلى حين إشعار آخر وفق بلاغ أصدرته اليوم. الاستثمار في تونس انطلاقة نحو الديمقراطية هو موضوع ندوة أصدقاء تونس التي ستنتظم اليوم 8 سبتمبر 2014 بتونس، وستتم دعوة 30 بلدا إلى جانب مؤسسات مالية دولية وشركات متعددة الجنسيات. خبراء من تونس وألمانيا يعكفون على رسم الخطوط العريضة لمشروع يهدف إلى إدماج الأشخاص الناشطين في مجال فرز النفايات في تونس أو ما يعرفون بالبرباشة ضمن المسالك المنظمة. الغرفة الوطنية النقابية لأصحاب المقاهي التابعة لمنظمة الأعراف أعلنت عن التحرير الكلي لكل أصناف المشروبات الساخنة بداية من سنة 2015، وذلك بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعات التقليدية. في الاقتصاد العالمي، الفلسطينيون يتفاعلون مع حملة مقاطعة المنتجات الغذائية الإسرائيلية وشركات تضطر لإغلاق بعض الخطوط الإنتاج. مصادر في صناعة النفط ومسؤولون أتراك كشفوا عن استئناف تشغيل خط أنابيب إقليم كردستان العراق إلى تركيا بعد التطوير. بنك التنمية الإفريقي كشف أن مستويات الأسعار في مصر هي الأقل بين الدول الإفريقية نظرا لانخفاض مستويات أسعار السلع بها عن باقي دول القارة الإفريقية. هذه الأخبار قدمها لكم حمزة بن رجب من إذاعة الديوان من صفاقس. نلتقي في مواعيد أخبارية قادمة. إلى اللقاء.